دلوقتي خلينا نتابع معاكم أهم الأحداث والموضوعات اللي هتحصل النهاردة، وكمان الماتشات اللي هتتلعب في الدوري المصري ونهائي كأس الخليج بين منتخب العراق ومنتخب سلطنة عمان. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح المعرض 41 لفناني جماعة اللقطة الواحدة تحت عنوان العازف، وده الساعة 6 بالليل بقاعتي نهضة مصر وإيزيس في مركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة. بيشارك في العرض 40 فنان من مختلف الأجيال بأعمال تتنوع فيها الأساليب والتقنيات والمدارس والخامات. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهارده مع 3 مباريات في اطار الجوله 14 من عمر المسابقه. هيلتقي المقاولين العرب مع اسوان الساعه 3 الا ربع الظهر، والبنك الاهلي مع الاتحاد السكندري الساعه 5 الا ربع، وبيراميدز مع فاركو الساعه 7 بالليل. النهارده هيخوض باريس سان جيرمان بقوته الضاربه ونجوم العالميين امثال ميسي افضل لاعب في مونديال قطر، ومبابي هداف البطوله ذاتها الى جانب نيمار وغيرهم من النجوم، مباراتهم أمام فريق مشترك من نجوم نادي النصر ونادي الهلال. بيقودهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وده ضمن كأس موسم الرياض، والمباراة هتقام الساعة 7 مساءً على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض. النهاردة مدينة البصرة العراقية في 7 مساءً هتكون مسرح لنهائي كأس الخليج بين منتخب العراق مستضيف البطولة ومنافسه المنتخب العماني، وفي مباراة النهاردة بيبحث أسود الرافدين عن لقبهم الأول منذ عام 1988 والرابع في تاريخهم بعد تتويجهم 3 مرات في الأعوام 1979، 1984 و1988، بينما توج منتخب سلطنة عمان باللقب مرتين عامي 2009 و2018 وبيبحث عن الثالث في العراق.